تستفز. انت شخصيتك غير شخصيتي غير شخصيه كابتن هاني. انت اللي هيستفز هو اللي خسران. عشان تبقى فاهم، عشان ما نديش عذر او حق لحد. لا، اللي هيستفز هو اللي غلطان. انا طلعت اعترفت بغلطه انا غلطتها وانا بلعب في النادي الاهلي. ماتش انرامو اما طار عملها بايده وجابها، انا كنت مستفز من اللي حصل، لان حسيت ان الماتش مهما عملنا خلاص الماتش خلصان، والحكم شايف واللايمان شايف كل حاجه، وفي ظلم والكره دخلت جون وتفاجئنا كلنا. يعني انا يعني احنا مستنيين صفاره العالم كله مستني صفاره للراجل دوت علشان نشوفه يروح يديله انذار وكده بيصفر جون. فطبعا انا اتوترت، طبعا كلنا اتوترنا، انا يمكن اتوترت بزياده. كانت النتيجه ان انا رحت مديت ايدي في خناقه ما اعرفش، قمت واخد كارت احمر للنادي الاهلي، لعب 10 بقيه الماتش 10 لعيبه، وكنت احد الاسباب الرئيسيه في الهزيمه. في حكم وفي كل حاجه، انما انا شايلت نفسي يعني اثرت على زمايلك. اثرت على زمايلي لان هم محتاجين مش 11 لعيب، احنا دلوقتي في الاجواء دي احنا محتاجين 15 جوه الملعب. صح. وخاصه محمد بتتكلم حتى على الاستفزاز داخل الملعب، واحنا شفناه وانت شفته كتير جدا في ماتشات كتير. يعني دايما بتوصل لحاله ان هو عايز يخرجك عن تركيزك، عايز يخرجك عن بالظبط كده، يستفزك علشان تاخد انذار وتطرد وفرقتك تلعب ناقص. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على كمان موضوع الاستفزاز على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى اوسع بكتير. على انا معاك ان اللعيب لازم يقفل على نفسه، انا معاك في دي كويس قوي، لكن في زي ما بتقول، وخلي بالك احنا هنا في البيت الكبير، وانا اول مره اشتغل في الاعلام عن نفسي يعني، ويعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا امشي واتماشى مع المبادئ اللي انا اتربيت عليها في النادي الاهلي. في بعض الناس تقول لك لا كابتن هاني لازم ترد على فلان اصل شتم النادي الاهلي. الاستفزاز دوت، الاستفزاز دوت زي ما انت بتقول، لو انا يعني استفزيت ورديت انا الخسران، لان احنا ماشيين في سكه واحده وماشيين بمبدا واحد. فبعض الناس بتفتكر ان انك ماسك نفسك كويس قوي ومتزن بشكل كبير، ودي عاده لعيبه النادي الاهلي. ولا بس هي سياسه كابتن هاني يعني، فاهم؟ انا فاهم انت تقصد ايه، انت فاهم ان يعني انت عايز تقول ان دلوقتي ايه، مثلا حد اتكلم فانا دلوقتي مطالب ان انا ارد، فهل انا كهاني رمزي الوقور المفروض انا اترفع الكلام ده واعمل مش سامعه؟ مش اي وقت برد ومش اي وقت ارد. فانا لو رديت يبقى انا مش دي طريقتي، ولو ما رديتش هيقول لك لا ضعيف، وانا ضعيف على وانا ماليه ما فيهاش خيسان على ساعات. عدم الرد ده يا جماعه مش ضعف، احنا بنرد انا بقول لك الناس بتفتكر كده. بس هي المشكله يا كابتن هاني ان احنا دلوقتي وصلنا لمرحله الدنيا يعني فتحت قوي دلوقتي، الناس التعصب خلينا نتكلم بصراحه زاد قوي. طبعا فدلوقتي بقيت مثلا تبص تلاقي الخناقات على خبر مكتوب، على كومنتس الناس بتكتبها. صحيح. فده يخش فده يرد عليه فتشتم وتتفاجئ ان في خناقه. لا سيبك من خناقه، ممكن نختلف مع بعض، لا انت ما اعرفش ايه، لا انت انما كمان مشكله ان انت تلاقيها بالفاظ غريبه. صحيح. والفاظ ما ينفعش انها تتقال، وبتبقى على مرأة ومسمع من الناس كلها، واللي عايز يخش يخش، واللي عايز يسمع يسمع، واللي عايز يقول لك طب ما اخش اشتم انا كمان وبتاع وكلام من ده، وتبص تلاقي وفي ناس ما تبقاش حضرت الخناقه او الليله، ممكن يكون حد مش فاهم حاجه اصلا وتدخل. صحيح. تعلق نفس التعليقات. صحيح. لمجرد يعني بشاف التعليق اللي فوق ده، والله العظيم بشوف تعليقات شبهه ممكن ما يكونش شاف حاجه. فلا الدنيا بقت صعبه. فعشان كده الدنيا بتتنقل، لازم نظبط الدنيا. انا على مستوى الاعلام لازم الدنيا تتظبط، على مستوى لسه بتكلم المسؤولين في الانديه لازم تتظبط. انا مش عايز اخرج الناس عن ان بركات حبيبنا موجود، لكن جزء كمان خبرتك في الحته دي كويس، وانت دلوقتي جزء من الاداره، الاداره عليها دور كبير جدا جدا في عمليه حتى ان احنا بنحل القضايا. والله يا كابتن هاني الهدوء واحترام الناس كلها. صحيح. واحترام منافسينك وازاي انت يعني انت تحترم دوت وهتقدره، وده كمان هيحترمني وهيقدرني. ايه المشكله ان انا ابقى بشجع النادي الفلاني او ان انا بشجع النادي الفلاني؟ انا بالنسبه لي انا في الاخر انا كبركات، انا لو هكلمك على كبركات مدير منتخب مصر دلوقتي، انا محتاج ايه؟ انا مثلا محتاج ان النادي الزمالك مثلا يبقى في قمه تالقه ولعيبته جاهزه، والنادي الاهلي الاهلي في قمه تالقه وطالع من بطوله ودخل على بطوله. صحيح. ومش عارف والناس ديت جايه لي بمستوى فني عالي، والناس دي جايه لي مستوى فني عالي، ونفس الموضوع بالنسبه لبيراميدز. انا بكلمك طبعا كل الانديه، بس انا بكلمك مثلا على الكيان اللي ممكن يبقى معظمه مثلا طبعاً من الثلاث انديه الكبار. ولكن انا احب ان الناس كلها تجي لي
مبسوطه. فعارف انت لو كل واحد مثلا يركز يشتغل على نفسه كل واحد يركز معنا دي، انا هنا اشتغل على نفسي وهناك اشتغل على نفسه وهنا اشتغل على نفسه وهنا. وخد بالك احنا دلوقتي بتكلم برضو، احنا خد بالك احنا عندنا انديه كتيره يا كابتن هاني نفسنا ترجع. يعني هو النادي الاسماعيلي ده مش حال النادي الاسماعيلي مثلا، النادي المصري ده مش حال النادي المصري. عايزين فرحانين بالمقاولين اللي بيعملوا عماد النحاس ان هو في المربع، عايزين الاتحاد السكندري كمان يقوم داخل ومنافس، وعايزين مصر المقاصه ابتدى مع الكابتن ايهاب جلال شفنا ابتدى ينط صحيح، وابتدى عايزين. تتخيل لو كل دول كل الفرق ديت كويسه وكل الفرق دي بتتنافس مع بعض، هتشوف هتلاقي دوري اقوى من كده 100 مره. واذا كنا حتى بنتكلم مثلا عن النادي الاهلي مثلا بيتنا، فانت اما هتلاقي المنافسه معاك اعلى انت هتشد نفسك اكتر، فهتلاقي لعيبتك بتشد حتى اكتر. انما مثلا انت مثلا لما تيجي تبص الدوري، نادي الاهلي مثلا خد دوري قبلها مثلا بسبع ماتشات، فريق كبير. بعد كده هتلاقي في تنافس في الثاني والثالث والرابع ولسه شغالين. بعد كده هتبص هتلاقي سموحه مثلا والاتحاد والمقصه، وبعد كده تبص تلاقي من نص الجدول كله لحد بما فيهم فرق كبيره بقول لك زي الاسماعيلي والمصري والانتاج والحدود ودجله وجونه وكل برضه من الفرق الكبيره والانتاج الحربي طبعا. كل ده هتلاقيه لحد دلوقتي ما حدش ضامن يعني، فاهم؟ ما حدش ضامن يعني. مثلا اسوان كسب له كام ماتش دلوقتي، وصل 34 نقطه وحاجه جميله طبعا، انك يعني دلوقتي او العكس طبعا. ولكن اللي يكسب ماتشين يعلى وبتاع، بس برضه مش عايزين نخلي المنافسه في الحته اللي هي بتاعت ايه، معظم الدوري بيتنافس على الهبوط. لا احنا عايزين معظم الدوري يتنافس على بطولة الدوري. هتبص هتلاقي الدنيا بقت احسن كتير.